هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تتواصل الانطلاقات والتحديات بعد ما تابعنا شوط ثير سالم بن سعيد بن هادوم دقيقتين 14 ثانية تتواصل الانطلاقات في صباح هذا اليوم الميمون يوم ايضا الاحد الموافق 28 من شهر 5 2023 اول اشواط الجعدان بعد ما تابعنا شوط الابكار تبدا هذه الرحلة حاملة الإثارة والمنافسة والتحدي والمسار القوي ناخذ بداية هذا الشوط هناك من تصدر القيادة قربنا شوي هناك الحاضرة مشاهدي الكرام حاملة رقم أيضا حامل رقم شاهين لسالم بن سليم بالورع شاهين أقوى الأسماء وأبرزها المرشح الأول لهذا الشوط المركز الثاني الوصول من شاهين هادف بن أحمد بن سالم اليابري المركز الثالث هناك التقدم مشاهدينا الكرام هنا أيضا الواصل بهذا الشعار برق أو هنا أحد الأسماء القادمة المتواجد معوض حمد بن عبيد باللحاسة وحمد بن عبيد بالحادة ولكن عودتنا إلى المقدمة عودتنا إلى الانفراد عودتنا إلى الصدارة إلى المقدمة شاهين بن سليم الله يا سالم بن سليم بالورع يقدم حضور شاهين بالانفراد التام بالانفراد المميز على مقدمة هذا الشوط ها هو على الصدارة على المركز الأول سلام بالورع سلام على هذا الانتصار تهانينا والناموس للسيد سالم بن سليم بالورع العامري على فوز شاهين بالشوط الرئيسي الاول للجعدان لحظات وصوله الى خط النهاية المركز الثاني ايضا شعار بو علي لينضم على المركز الثاني حمدان بن حسين بن فرحة ايضا بن حمدان بن حسين بن مفرح بن تويم المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام معوض لحمد بن عبيد بن حادة توقيت دقيقتين 16 ثانية تهانينا والناموس